ايه ده؟ هو في ايه؟ ومين الحيوان اللي بيخبط كده؟ قوم يلا شوف مين الحيوان اللي بيخبط كده. عندك حق والله يا بابا، هو حيوان وشكله كده يوم اسود معايا النهارده. اصل هو شكله كده انا معرفش انا هيبقى مين، ده يوم اسود معايا النهارده الحيوان اللي بره ده. في ايه يا حيوان انت؟ انا حيوان؟ تصدق بقى انك عيل قليل ادب ومش متربي وعايز تتربى وانا هربيك يا حيوان انت. خش يلا ندهل ابوك. خلاص ماشي هندهله. مش خساره فيك يا ابني القلم اللي انت خدته والله. مين الحيوان اللي كان بره ده يالا؟ اطلع يا بابا وانت تعرف. ليه هو في ايه؟ بس ماشي لما نشوف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا حاج؟ ينفع يعني كده يا حاج؟ لا طبعا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ اللي انت لسه قايل عليه دلوقتي. دلوقتي ايه يا حاج؟ انا ما قلتش حاجه. يبقى انا ممكن اكون سمعت غلط. طب مش مهم، خلينا في موضوعنا اللي هو ايه بقى ان شاء الله. هو احنا اتكلمنا لو انت في مواضيع خالص قبل كده؟ لا يا حاج مفيش. طب امال في ايه؟ انت جاي لي هنا عشان احل الغاز؟ انت بقى في ايه؟ ابنك يا حاج. ماله ابني؟ ضرب ابني. ضربه ازاي؟ اما هو قاعد معايا هنا من الصبح ما اتحركش. انا مش قصدي ابنك ده، انا قصدي ابنك المفعوص الصغير. قول كده. عمل ايه لابنك بقى ان شاء الله؟ هقول لك يا حاج، الواد ابني كان واخد معاه سندوتشات. واخد معاه ايه؟ سندوتشات. كمل كمل. جه ابنك كان عايز ياخد من ابني السندوتشات. وبعدين؟ ابني طبعا ما رضيش يديله. يروح ابنك عامل ايه بقى؟ يروح واخده باللوكمية في عينه مورم له عينه. يرضي ربنا ده يا حاج؟ لا طبعا ما يرضيش ربنا. هو ده اسمه كلام؟ انا ان شاء الله يا حاج عبد الغني اول ما يجي لي هنا هكسر لك لحمه في عظمه، ما تقلقش. بس لو مد ايده على الواد تاني يا حاج انا بقولها لك في وشك اهو، انا اللي هضربه. خلاص ماشي يا حاج اللي تشوفه. ويلا من غير سلام. انا مش عارف ولاد اتجنن ولا ايه. الو ابو الصحاب. ايه يا ابني في ايه؟ اخوك الصغير مش مخليها حلوه خالص يا ابو الصحاب. ليه هو عمل لك ايه انت كمان؟ لسه فاتح الواد ابن عم دلوقتي في دماغه. ايه انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده ابو الصحاب، انا لسه جاي دلوقتي من المستشفى والواد واخد 5 غرز في دماغه. خلاص معلش يا ابو الصحاب، حقك عليا انا، بس لما اجي لي بس انا هعلمهولك الادب. بص بقى ابو الصحاب، انت لو ما علمتش الواد ده الادب انا هعلمهولك الادب. ما خلاص يلا بقى، في ايه؟ انا مش قلت لك حقك عليا؟ خلاص يا ابو الصحاب، مش هيبقى انت واخوك يعني؟ يا عم انا واخويا عليك ايه؟ بقول لك ايه، يلا بقى عايز حاجه؟ لا سلام ابو الصحاب. سلام. انا مش عارف هو الواد ده جراله ايه. الواد ده اكيد شكله اتجنن. بقول لك يا بابا. قول عايز ايه. لسه واحد صاحبي مكلمني دلوقتي بيقول لي لو خبط الواد ابن عمه في دماغه وفتحه بطوبه وراح في المستشفى دلوقتي وخد 5 غرز في دماغه. لا والله. هو الواد ده حصل له ايه ولا ايه اللي جراله؟ انا مش عارف والله يا بابا، هي المدرسه جننته ولا ايه؟ ده ما لحقش يروح غير يومين بس. مش عارف والله، بس يمكن تكون المدرسه هي اللي عملت فيه كده. بس لما يجيلي انا مش عارف اخر ليه كده. ربنا يستر ربنا يستر، ما كنتش عامل مشكله جديده. العو جه العو. حاضر انا جيت اكلكم نفر نفر. تعالى لي يا عم العو. في يا بابا؟ خش اقعد لي بس الاول عشان نعرف نتكلم مع بعض. ماشي اهو يا بابا. في ايه بقى؟ انت ضربت الواد ابن حاج عبد الغني ليه؟ بص يا بابا انا هقول لك. قول. اصل هو كان معاه جوز سندوتشات. ماشي وبعدين؟ قلت له تعالى نعمل انا وانت شركه. تمام كويس. قلت له انت تجيب سندوتش من عندك وانا اجيب سندوتش من عندك. الاثنين من عنده هو؟ ايوه. وبعدين؟ وقلت له هنقسمهم على بعض. يعني هتقسموا جوز السندوتشات بتاعته هو مع بعض؟ ايوه. حلو. وبعدين؟ ورحت قلت له انا هاخد سندوتش وانا هاخد سندوتش. وبعدين؟ ودارت المناقشه بينا. طبعا طبعا، طلاب مع بعضيكم. وكلمه مني وكلمه مني برضو. ايه ده؟ يعني انت اللي بتتكلم وانت اللي بتقسم السندوتشات وانت اللي بتضرب؟ هو انت اللي بتعمل كل حاجه؟
بس يمكن جديده، دي لسه ما حصلتش جديده. ماشي كمل. وبعدين قبل ما يتكلم راح متعزم من عزمه عنده جامد وراح ضربني بوشه في ايدي. صلاه النبي احسن، ضربك بوشه في ايدك. انت ازفت يا لقا؟ عايز انت كمان. انت فتحت الواد حماده ابن ام حماده ليه؟ بص انا هحكي لك. انت لسه هتحكي لي كمان؟ ايوه، ما هو الموضوع طويل قوي. استنى يا زفت انت، ما حدش فيكم يتكلم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت حضرتك ابو طالب لقا؟ ايوه انا. خير حضرتك؟ في ايه؟ لا خير ان شاء الله. هو بس ابن حضرتك مرفوض من المدرسه لسوء سلوكه، وتقدر حضرتك تشرفنا في اي وقت في المدرسه عشان تسحب الملف بتاعه. ايه؟ لا لا طبعا حضرتك، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش يحصل الكلام اللي انت بتقول عليه ده. هو دي فين؟ ما خلاص الدراسه بدات، اكيد طبعا في سوء تفاهم، واحنا ممكن نتواصل مع اهل الطلبه دي ونحل الموضوع ودي. الكلام خلص على كده يا فندم، خلاص. وتقدر حضرتك تشرفنا في اي وقت بعد اذنك عشان تسحب الملف بتاعكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عجبك كده؟ اهم رفضوك من المدرسه. والله انت كمان فرحان؟ ده انت يومك اسود يا جزمه يا واد انت. تعالى لي. يا بابا اللي انت عامله كده، والنبي نزلني يا بابا حقا، والنبي بابا حقا. ها يا بابا النبي نزلني، مش عارف اتحكم في نفسي وبينزلني. اسكت وما اسمعش صوتك يا حيوان انت. يا بابا نزلني والنبي يا بابا حقا، والنبي نزلني يا بابا، والنبي خلاص مش هعمل كده تاني. نزلني نزلني والنبي، والنبي حقا مش عارف اتحكم في نفسي وبينزلني. نزلني يا بابا والنبي، خلاص خلاص مش هعمل كده تاني. خلاص والنبي نزلني، خلاص خلاص بقى يا بابا. انا مش قلت لك اسكت يا حيوان انت؟ في ايه؟ ما اسمعش صوتك. الله يرحمه كان طيب.